السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله معانا قطعة أرض بالشكل ده، 12 في 12 في 16 على 9. عايزين نوقعها على الكاد ونعملها 3D على الكاد، بعد كده نستوردها على الساب. تمام؟ لو أنت مش هتعرف توقع المثلث ده، هو ببساطة جدا بنرسم الضلع اللي هو الـ12. تمام؟ بعد كده نفتح دايرة هنا 12. تمام؟ نقف هنا سي برضو اللي هو سيركل 16 على 9. تمام، نقطة الالتقاء دي زي ما كنا بنرسم بالبرجل بالظبط. تمام، بعد كده تمسح الدايرة، تتأكد من أطوال الأضلاع بتاعتك إن هي تمام، حتى لو كان في تقريبات بسيطة، ولكن أهو الموضوع هيبقى مظبوط وكله تمام. طيب، رسمنا أهو الشكل بتاعنا ووزعنا كل مسافة اللي هي البيرلينس نفسها يعني. تمام، هي أصلا مش شايلة حاجة، هي تغطية بس لمكان مصلى يعني، فهي أصلا مش شايلة أي حاجة ولا أي لود ولا أي حاجة. تمام، طيب أماكن الأعمدة عملتها أنا بالشكل ده عشان هنقلبها دلوقتي في 3D ونرسم الأعمدة لتحت. طيب، هي المفروض حاجة بالشكل ده. تمام، اهو ارتفاع بتاعنا 3 متر. طيب، نخش كده على الكاد، هندوس هنا على الايقونة دي عشان الشكل يتقلب معانا 3D. نمسح الدوائر دي، خلاص نمسح الدايمنشن. ممكن مثلا نعمل لير جديدة اسمها ساب كولوم مثلا، تمام، نرسم. بس خلي بالك عشان بس الدقة تكون معانا، انا هخش هنا وهشيل كله، هعمل كلير اول واختار بس الاند بوينت، تمام، عشان يلقط هنا على طول. تمام، ما يلقطش مثلا من جنبيها او يبقى فيه، عشان الاكيرسي بتاعتك تكون انت تكون متأكد ان كل حاجة تمام، واخد بالك اهو. وطبعا دايس اف 8 3 متر. خلاص، ممكن اعمل ليست ال اي انتر عشان اتاكد ان الطول مظبوط. طيب، وانس ان انت اتاكدت ان كله تمام اهو، يبقى كوبي. خلاص اهو في عمود هنا، عمود في الاول وعمود في الاخر اهو، عمود هنا وعمود هنا، بس كده. تمام، امسح بقى خطوط العمل اللي انا كنت عاملها بتاعت الاعمده دي بالشكل ده اهو. يبقى انا كده ربطت هنا، هو رابط دي بالمنتصف بالظبط. تمام، ممكن نعمل كده، ممكن نسيبه، مفيش فيها مشكله يعني، ممكن اربط العمود نفسه، ممكن اسيبه. طيب، خلينا نجرب نعملها زيه اهو، وصلنا بس ده كده للمنتصف، خلاص بقى ده مطابق لده تماما. تمام، خلاص كده هعمل برش، بعد كده فايل سيف از. تمام، عشان استوردها على الساب. دلوقتي انا عايز اخد ملف الساب قديم انا كنت عامله عشان ابتدي اعدل عليه. تمام، هعمل فايل نيو موديل. كويس اهو، ده معناها ان انا هاخد من ملف اكزيستنج انا كنت عامله قبل كده. تمام، هو ده الملف، عشان بس يبقى كل حاجة تمام واللود باترن اللي متعرفه فيه واللود كيسز واللود كومباينيشن وكل حاجه انا كنت عاملها قبل كده هتلاقيها موجوده هنا. تمام، بس فهي دي الفكره يعني. بعد ما استوردنا الموديل اللي هو التمبلت اللي كان عندنا، هنلاقي هنا
كل اللود باترن موجودة تمام. أهم حاجة اللي أنا عايز أركز عليها إن إحنا عندنا ويند في اتجاه إكس، ويند في اتجاه واي، والويند اللي هو في اتجاه زد من فوق لتحت ومن تحت لفوق تمام، عشان المفروض دي هي شيبد بالمنظر ده تمام. وأوبن استراكشر فيأثر عليها قوة أفقية في اتجاه إكس وقوة في الاتجاه التاني اللي هو اتجاه واي، ودي هنعملها من جوه البرنامج اللي هما دول وتمام. وقوة بقى في اتجاه زد، لو مثلا الرياح جت لنا من فوق لتحت هتأثر كأنها حمل رأسي عندنا، ومرة من تحت لفوق كأنها هتشد الشد دهيت وهتطلعها لفوق تمام. فكل الكيس دي اللي هي دي تمام، دي الابليفت ودي اللي هي ايه من فوق لتحت، دي نعملها نان ونان عشان انا هدخلها بايدي تمام. طيب هنشوف الكلام ده مع بعض هنعمله ازاي. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف تمام، وندخل الدي اكس اف بتاعنا تمام في اتجاه الزد تمام. طيب انا دلوقتي الفريم بتاعتي انا كنت عاملها ايه، المين بيم والسكندري بيم تمام. انا ممكن ادخل كل حاجة ولكن انا هدخلهم كلهم مع بعض اي حاجة بالشكل ده تمام. طبعا دي خطوط العمل اللي انا كنت عاملها على الكاد، هشيلها اعملها ديليت، بقت هي دي الاعمدة وكل حاجة. طيب او قبل ما اعمل اي حاجة بس انا عايز ان انا اتأكد ان المنشأ بتاعي ستيبل وكل حاجة تمام. خش بس اعمل كده، هنا في فيكسيشن مع البيس بليت، ايا كان القطاع اللي دلوقتي عندنا هعمل له رن تمام، مصيف مثلا بتاريخ النهاردة واتأكد ان كل حاجة تمام والديفورمت شيب شكله منطقي تمام. ده اول هام كده المفروض الواحد يتأكد منه ان مفيش اي عنصر طاير تمام. طيب في هنا ده مش متصل مع ده تمام، فانا هقسمهم مع بعض وبعد كده نشوف اللي موجود edit edit line divide break with frame. خلاص ده كده اتقسم، انا عايز اعمل ده كله قطعة واحدة، واتأكد برضو ان ده متقسم عشان هعمل له release دلوقتي تمام. اهو نفس الكلام عشان دي كاميرات ثانوية فانا هعمل لها release تمام. ده عنصر مكمل معايا فانا هعمل له قطعة واحدة edit edit line join تمام، ده خلاص بقى قطعة واحدة بس. فهعمل رن كده واتأكد ان كل حاجة تمام على الأحمال الرأسية اللي هو مثلا dead load، على الـ on weight العادي تمام 3D اهو start animation. خلاص يبقى كده المنشأ بتاعي كله سليم وبيتحرك مع بعض تمام. هبتدي ان انا ارسم ايه بلاطة تمام. والبلاطة دي هنعرفها الكولوجيتد شيت ده هتلاقيها بلاطة اساسا انا كنت عاملها من جوه ان هي ملهاش سماكة يعني. تعال كده نتأكد اهي، واخد بالك تمام. هنقلبها دلوقتي لانها ايه، نعمل لها ريفرس لوكال اكسس عشان يبقى الاحمر فوق واللون البنفسجي ده من تحت تمام. كنترول اس، نبتدي بقى نعرف القطاعات تمام. نبتدي نعمل جروبات
للعناصر، يعني مثلا الأعمدة الأعمدة لوحدها والسكندري بيمز وكده، تمام. فنلغي بقى البلاطة دي، نخفيها يعني. بعد كده نمسك الأعمدة نعمل لها assign to group، نعملها مثلا ساب كولوم مثلا، تمام. أي حاجة، المهم بس عشان تعرف تختارها بسرعة. بعد كده ادي دي طبعا المين بيم، نلغي السناب ده، تمام. ودي برضو مين بيم، تمام. بعد كده نختار بقى السكندري بيمز دي، تمام، ونحطها مثلا هنا، تمام. يبقى هعمل previous واختار لها مثلا قطاع هولو سيكشن يكون صغير، تمام. طيب شوف اللوحة بتاعتنا كان كام اساسا، دي 150 والكبيرة 150 في 50، ودي 150 في 75. طيب ماشي، انا يبقى نحط كده السكند بيمس 150 في 50، خلي بالك معلومة، اللي هي القطاعات اللي هي السكوير اللي هي المربع اسمها اس اتش اس، قطاعات مفرغة، تمام. القطاع اللي هو مستطيل اللي هو الطول غير العرض ده اسمه ار اتش اس، تمام. فلفين بقى القطاع بتاعنا اللي هو 150، ايوه. طيب لو القطاع بتاعنا مش موجود ممكن نعمله احنا من خلال البرنامج نفسه، مفيش مشكلة فيه يعني. بنقول برضو معلومة، لو انت عايز تعمل امبورت لقطاع تعملها بنفس الشكل اللي انا بعمله ده كده، تمام. هيفتح لك السي، تخش تختار اللي هو البريتش، تمام. وساعات البريتش ده اللي هو مثلا يو كي بي والحاجات دي، تمام، اللي هو الكلام ده اللي هو يو كي بي ويو كي سي والحاجات دي كلها هتلاقيها في البريتش، تمام. هنختار مع بعض اللي هي البي اس اس شيب دي، تمام. هتلاقي فيها القطاعات اللي هي الار الار اتش اتش اس والاس اتش اس، تمام، اللي هو سكوير، والار ده اللي هو ريكتانجل، تمام. نحاول كده يمكن نلاقي اللي هي 150 في 50 دي، برضه مش موجودة. طيب خلاص، يبقى نعملها احنا بقى بايدينا. اد نيو، تمام، وبتختار القطاع. انا بس هعملها كده عشان بس عايز اغير الحاجات، خليها بالملي عشان ما نتلخبطش. تمام، دي 150 سيكنس مثلا 5 ملي، than or equal half of outside تمام. نختار طبعا الماتيريال، تمام، ونعمل منها اد كوبي، نعرف منها القطاع التاني اللي هو 150 في 75، في 5، 150 في 75 في 5، ده اللي هي المين بيم، تمام. بعد كده لما تيجي تختار select properties frame
ماشي، select by groups، ايوه اللي هي secondary beams. تمام، ممكن تخش من جوه نعملها by color by section. تمام، بعد كده نختار المين بيمز، ماشي، الكولومز اللي هي دي قطعتها نفسها زي المين بيم بالظبط. تمام، هنا 150، العمود 150 في 150 في 4. تمام، هنا نخليها 150، نسميها كولوم. تمام، كل حاجة باللون بتاعتها ظاهرة. تمام، دلوقتي الخطوة بتاعت وضع الأحمال. تمام، أنا هعمل بس display show loads. أنا عايز أشوف الحمل الأريح اللي أنا حاطه، هيقول لك أعمل لك الموضوع بتاع الأوتو جنريت. تمام، هختار ال WX أهو، البرنامج عامل الموضوع بتاع الرياح اوتوماتيك. تمام، نرجع بقى الوحدات كيلو نيوتن متر، اهو البرنامج عامل الرياح في اتجاه اكس واتجاه واي اوتوماتيك، يعني بيعرض الاريا بتاعت العمود مثلا او الكاميرا اللي قدامه للضغط بتاع الرياح. تمام، طيب انا دلوقتي عايز بقى ادخل الحمل بتاع الرياح من فوق، هختار البلاطات دي كده اللي انا عاملها واعمل له اساين اريا لود يونيفورم تو فريم، مش يونيفورم شيل، لا يونيفورم تو فريم معناها ان انت هتوزع الحمل وان واي. تمام، اهو وان واي، انا عايز الزد من فوق لتحت قيمة واحد. تمام، بريفيوس اللي من تحت بقى اللي هي اب ليفت سالب واحد، هي دي القيمة اللي هي المعترفة في بلدية دبي. تمام، لو انت حسبتها حسب الكود ممكن تطلع رقم اقل من كده. تمام، فهو بياخد دايما بواحد. انا بقى هاجي اعمل هنا display، هنا بقى تالت واحده اللي هي show object load assign على الفريم. تمام، في ملاحظه مهمه جدا ان احنا لازم نقسم البلاطات مع الكاميرات السكندريه. تمام، عشان غير كده هو مش هيقدر يوزع الحمل بطريقة صح. احنا نعمل كده اكس واي ونختار كل الكاميرا. edit area ديفايد باي فريم، طبعا في حاجة مش مظبوطة. نكمل كده مع بعض، اهو عملنا ديسبلاي شو لودز على الكاميرات. عشان بس نتأكد من موضوع ال one way ده، نعمل ديسبلاي هنا شو element load assign على الفريم دبليو زد ان، اهو اللي هو من فوق لتحت ومن تحت لفوق. تمام، اهو البلاطة بتعمل توزيع اوتوماتيك على الفريم، ولكن اهم حاجة تكون الكاميرات متقسمة مع البلاطات، متقسمة مع الكاميرات. تمام، في اوبشنز كتير للتقسيم تقدر ان انت تقسم بيها البلاطات مع الكاميرات. خلاص دلوقتي اتأكدنا من الاحمال. تمام، ممكن ان احنا نعمل ران ونصمم من عناصر البرنامج كويس ونشوف كده الدنيا فيها ايه. لود كومباينيشن، هو ادي الحالات الالتيميت اللي احنا عاملينها اصلا، بقول له اوكي وصمم لي العناصر
عشان أتأكد إن العناصر كلها تمام. تمام أهو، طبعا دي عايزة تتقسم الكاميرا دي، وطبعا لسه ما عملناش ريليس، فده موضوع مهم. edit line divide نكمل كده ونشوف. هيختار الكاميرات اللي هي السكندري من هنا، من الاوبشن ده assign frame release، ونعمل الكاميرات دي كلها release بالشكل ده. تمام، نبص كده هنا ونتأكد. تمام، كاميرات السكندري معروف ان هي release مع المين بي، كويس. وعامل برضو الريليز للكاميرا دي الكبيرة دي مع العمود ده. تمام، كل الحاجات اللي هي فيها أزرق ده معناها ريليز. هو عملنا كل الريليز اللي عندنا بالشكل ده هنا برضو. تمام، العمودة ده كأنها، اعتبر العمودة كلها كأنها كانتليفر فيكسد من تحت وفري من فوق، اعتبرها كده يعني عشان موضوع الاستابيليتي وكده، العمودة كأنها كانتليفر يعني، فاهم؟ بس ف نعمل كده رن. تمام، نشوف بقى العنصر ده عشان متشال عليه حاجة تانية. طيب واحد علامة اتنين، واحد علامة، تمام. طيب انا ممكن للاثنين بيم دول اخلي قطعهم نفس قطاع العمود ده وده، اللي هو 150 في 150 في 5. تمام، يعني ادي كده عمود وعمود، وادي نفس القطاع، والقطاع ده اللي هو شايل كل الكاميرات التانية جاي عليه نفس القطاع. تمام كده كل حاجة عندي مسيفة. تمام، مسيف على كده. بس دي بقى جاي ان شاء الله نحاول نشوف تصميم الكونكشن، و اللي هي البيس بليت العمود مع البيدستر اللي هو النيك كولوم يعني. تمام، وصل فيكسد، هيبقى العمود قطاع مفرغ بالشكل ده، وحواليه البيز بليت، ونحط له بقى مسامير حواليه كده بالشكل ده. تمام، دي اول كونكشن عندنا. تاني كونكشن اللي هي دي الكاميرا مع العمود. تمام، والكاميرا السكندري مع المين. تمام، بس كده يعني، هي دي القطعات الكونكشنز اللي عندنا، وازاي بقى نرسم الكلام ده على برنامج الاوتوكاد. تمام،